طب ناخد محمد سريع نرجع على طول نرد على كل الاسئله دي. اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. اهلا بك يا فندم، السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالك ايه يا استاذ محمد؟ سؤالي يا فندم، انا لو انا عارف واحد بيحسد يا فندم، يعني اما نقابله كده نقول ايه؟ ولا عارف انه بيحسد يعني؟ يعني ايه عارف انه بيحسد؟ مش فاهم. يعني انا يعني شهدت عليه كذا مره الحسد، ولما بنقابله بيحصل حاجات وكده، بيحصل يعني معروف عنه ان هو بيحسد الناس، عينه وحشه زي ما كذا واحد شهدوا لي انه بيحسد يعني. طيب. فايه نعمل ايه؟ بشكرك نعمل جدا. إيه؟ بشكرك. نعمل ايه يا دكتور الوهدان لو حد فعلا يعني انا بعض بيقول دي يعني دي خزعبلات. هقول لك بس اللي ممكن بعض الساده المشاهدين يكونوا بيتفرجوا عليه، ايه الهبل اللي بيتقال ده؟ دي كلها خزعبلات. اشمعنى العالم الغربي تقدم وطلعوا القمر ولا اتكلموا عن الحسد ولا عن السحر، وانتوا لسه الشعوب الناميه المتخلفه اللي بتتكلموا في هذه الاشياء؟ سمعت اراء دي قبل كده اكيد يعني. طبعا الاتجاه ده تقول له ايه يا دكتور احمد؟ في ناس بينكروا الحسد، نعم، لكن الحسد حقيقه وذكر في القران: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. هنودي الحاجات فين؟ في حسد اكيد في. طب نعمل ايه عشان نواجه الحسد ده؟ ما انا اقول لحضرتك تعمل ايه عشان ده سؤال مهم جدا. عشان نواجه هذا الحسد، لو انا شفت ان حد هيحسدني اعمل ايه؟ وانا عارف ان عينه صفراء هيطلع منها اشعه فوق تحت الحمراء او فوق النفسيه. ده حقيقي فعلا؟ لا، الاشعه اللي بتطلع من تحت العين دي حقيقي ولا حقيقي؟ ده تعبيرات جسدية؟ لا مش تعبيرات، في فعلا في بيطلع من عينه حاجه بتسكن في الجسد المحسود فبيتعب، يحصل له حلو يقف. طب ممكن واحد يحسد واحد يموته فيها بقدر زي ما قلت لحضرتك بقدر الله سبحانه وتعالى. نرى المعوذات وبس؟ لا، انا قلت لك حاجه، نرى المعوذات اكيد، ولما اشوف حد بيحسدني بقى اقول له الرحمن في قلبك. الرحمن في قلبك. الرحمن في قلبك، اقولها في سر كده اول ما اخش على حد كده ناس واحس ان ممكن اتحسد، اقول الرحمن في قلبك للحاسد او الرحمن في قلبك. خمسه وخميسه دي ما لا لا خمسه خميسه والخميس ده كلام الله اصله، كل ده هذا كلام الله اصله، هذا كلام الله. نستعين بالله سبحانه وتعالى. لو حد يحسدني مثلا ممكن اتوضى اغتسل. طب اعمل ايه بقى؟ هي بدات تقول لك اعمل ايه عشان ما احسدش حد. يعني هي جالنا اتصال تليفوني يعني اول مره يتسال لي بصراحه، يعني طب انا اعمل ايه؟ اول ما تشوف حد ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله، لا قوه الا بالله. طب القرين ده اللي هو ايه بقى؟ عشان نسمع كتير اقول لك كل واحد قرين، قال لك قرين يمين وقرين شمال. القرين ده اللي هو ده هو عدوك من الجن. عدوك من الجن. وهو معاك 24 ساعه، هو معاك الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى. معايا فين يعني؟ لابسني ولا على كتفي ولا يعني كل واحد فينا معه قرين كافر من الجن. كافر من الجن. كل القرناء كفار. امال ليه بيقول لك الشخص المتدين والملتزم قرينه اسلم؟ لا، كل القرناء كفار ما عدا ثلاثه اسلموا. القرين الاول قرين سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه وسلم. ليه؟ السيده عائشه قالت له: يا رسول الله، او لكل واحد منا قرين؟ قال لها: نعم. قالت له: حتى أنت يا رسول الله؟ قال لها: حتى أنا، إلا أن الله عز وجل غلبني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. طب والتاني مين ده؟ قرين تاني، قرين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر سلك طريقا سلك طريقا آخر. القرين الثالث قرين سيدنا مريم وسيدنا عيسى عليه السلام: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بعد كده حضرتك وأنا وكل واحد واللي بصورونا واللي ماسك الكريد واللي ماسك الكاميرا، كل واحد فينا معه قرين كافر من الجن. ده دوره إيه بقى القرين ده؟ القرين ده الشيطان ماسكك في ودنك الشمال عمال يقول لك: ما تصليش، قوم نام، ده الماتش جميل. هو ده وسوسة الشيطان. ده هو الشيطان، القرين هو الشيطان. وفي معاك حفظة بقى تنيم في ودنك اليمين: قوم صلي، ما تزعلش مراتك، أوعى تسيبها نايمة زعلانة، قوم صالحها. مش كده؟ يعني بقية القرين يعني جن، في كل واحد معه قرين من الملائكة وقرين من الجن، والقرين ده هيجي يوم القيامة يخصمك قدام ربنا سبحانه وتعالى. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هقول: يا رب، ده هو اللي كان إنسان ضلالي، أنا كنت بس مخلص في شغلي أوي، كنت بس مش صمم مسكك في ودنك الشمال، أقول لك في ودنك الشمال. وذلك العلماء يقولون يا دكتور أحمد بقى: كل ما يأتي من الأذن اليمنى يسمى خاطر وهو من الملائكة، وكل ما يأتي من الأذن اليسرى يسمى هاجس وهو من الشيطان الرجيم. هتقول لي: حيرتني يا مولانا، أنا أعرف الفرق بين الهواجس إزاي من الخواطر؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمة الملاك إعاز بخير ولمة الشيطان إعاز بشر. يعني إيه؟ لمة الملاك إعاز بخير، لما تلاقي حد يقول لك قوم صالح مراتك، قوم صلي، قوم اقرأ قرآن، يبقى ده عاز بإيه؟ بخير. يقول لك قوم افتح دماغك،
ومتخانق مع الجيران ويمسك التليفون ويشتم فلان، يبقى ده يحاسب بايه؟ بالشر. فالقرين هو ده اللي هيخصنا، القرناء لا يموتون. طب لو بنتكلم بقى عن العلاقه ما بين الانس والجن، هو في جن وعايشين معانا. نعم. صح؟ طيب. صحيح. العلاقه بينهم وحدود العلاقه دي ايه؟ وهل ممكن في تاثير متبادل؟ يعني انا مثلا بسمع يقول لك ايه؟ لا ده ممكن الجن يأذي الانسان فيعطل له رزقه، يخليه ما يتجوزش، ممكن يوقف له حاله. الى اي مدى ممكن يكون في تاثير ما بين الجن الى الانسان؟ شوف من الاخر عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. الناس اللي بتقول لك ان فلان ده جواه جن او جواه عفريت او جوه دخل جواه كذا، ده كلام ما انزل الله به من سلطان، كلامه لا اصل له. كل واحد فينا معه قرين كافنا جدا، زي ما قلت لك السحر على القرين، الحسد على القرين، الاذى على القرين. القرين ده هو عدوك اللي بيتمنى لك الضرر دايما. الى اي مدى ممكن يكون في ضرر يا دكتور؟ هل فعلا في سحر النزيف وسحر الربط هناك انواع من الاسحار كلها؟ في اكيد انواع بيتكلموا عنها كثيرا، لكن ده لا يعنينا الان. اللي يعنينا قال هناك سحر ولا في السحر؟ هو السحر حقيقه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وربنا امرنا ان نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر النفاثات في الايه؟ في العقد، اللي هن ايه؟ الساحرات. بس عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. مثل الساحر يا دكتور احمد كمثل الجزار، يستطيع ان يسبح لكنه لا يستطيع ان يعيد الروح للحياه مره اخرى. الا الناس اللي بتسحر دي واللي بيحصل لها مشاكل دي، يقول لك ده فلان ده معاه قرين واتكلم ونطق. لا، ده مش القرين، مش الشيطان داخل جوه. الشيطان ما يقدرش يخش جوه جسم الانسان. ليه؟ لانه قانونه الاختفاء، وربنا قال كده انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. خلاص، يعني هو الشيطان هو ممكن يشوفونا، لكن احنا من ايه؟ ما نشوفهم. فهو لو جه الشيطان بقى ودخل جسم الانسان، يبقى خد قانون غير قانونه، هو مش اهبل. فانت هتقرا تبقى قريت عليه، لو قلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم هيحرق في التو لحظه. امال ايه اللي بيحصل لنا ده؟ كل ده من القرين. طب لسه برضه بنتكلم.